لا انا اللي عاجبني الجزء بقى ايه، رايت نفسك عالقا في ظلي فاخترت الاكتفاء بشخص من مستواك. انا يعجبني الكلام الجامد ده. وطبعا فكره ان هي قارنت في الاغنيه بس بدون ذكر اسامي ماركتين عربيه وماركتين ساعات، هي شايفه نفسها ان هو، هي بتقول له بما معناه يعني انت بدلتني بس بدلت الساعه كذا بساعه تانية اقل أقل بكتير يعني، هي جابت الماركة الاغلى الأعلى جدا بالماركة للمركه. العادية قوم جدا. يحصل ايه بقى؟ لكن بصوا بقى، خليني أقول لك بصوا بس، الميديا استني وشغلها. بس، الجزء اللي هي بتقول له أتمنى لك السعادة مع من تسميها بديلتي، يعني شوف هي يعني واصلة لإيه. أنا كذا الساعة اللي هي الغالية جدا وهي الساعة القليلة جدا، استبدلت سيارة غالية جدا بسيارة أقل، بتضيع كل وقتك بالتمارين في النادي الصحي، لكن لا تنسى أن عليك تمرين عقلك أيضا. انا يعني عايزه ده اقول لك هي على حاجه، شوهته هو دمرته رد عليها قال تماما. لها ايه؟ قال لها بصي برضو، ما هو في كد للرجاله. قال لها لو كنت انا بدلت الساعه الغاليه بالساعه الاقل ثمن باللي هي دي الساعه دي لانها تدوم طول العمر. واو، الموضوع كبير جدا بين شاكيرا وبيكيه. عشان يعني كده لا هما الاثنين بيردوا على بعض، بس في النص الموضوع ده هي في عملت، شركة كبيرة ايوه هي جدا عملت دعايه بقى أخدت للشركه اللقطة اللي الاقل هو دي، بيشاور عليها. عملت لها دعايه، فبقى عمل يعني الشركه دي عملت مبيعات، عملت عقد طبعا معاه وعملت مبيعات، وكتبت لا، وتقول لك البطارية كويتات الساعة دي راقيه جدا تطول عمرها مدى أطول من الحياه. عمر، لا عمرها أطول من عمر علاقة شاكيرا بيكي. مش بس كده، الساعة دي الماركة دي قررت إن هي تهدي لشاكيرا ساعة يعني من الماركة دي علشان هي تقيمها بنفسها وتعرف إنه ممكن. الفكرة في إيه يا لا، جماعة؟ وقالوا لها ان احنا مش الماركه الاستفادة. الاغلى، ولكن العملاء بتوعنا مخلصون جدا لنا. يعني هي بتتكلم على فكره الخيانه وفكره انها بتقلل منه، وان هو اختار اللي اقل منها، واختار يعني بشكل، وانها بتطلب منه ان هو يعني بتقول ان هو بلا عقل، هي بتشتمه يعني بغض النظر سب وقص علني. علني يعني. لكن هل الفكره، هل ده يجوز؟ يعني اتنين بعد قصه حب، هل يجوز ان احنا والاطفال فين يعني، وبنصدر ايه دي للناس النقطة يعني؟ التانية اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. الأغنية دي على قد ما هي عملت صدى ليهم هما الاتنين وللشركات اللي هي اتكلمت عنها، إلا إن أنا بعتقد يا سوسو إن المضرور، وده تساؤل محتاجين عيالهم زي كتير من الفنانين. يعني مش هنتكلم بس عن شاكيرا وبيكيه، حتى هنا في الوطن العربي الفنانين اللي بيطلقوا وبيبقى في بينهم وبين بعض ولاد، بتلاقي إن في سبوت لايت اتعمل على الولاد. هل الولاد دول بيبقوا قد السبوت لايت اللي اتعمل؟ يعني ولاد شاكيرا وبيكيه دول الولاد وهم رجاله، هل حاليا هم نفسيا مستقرين علشان انا يعني يشوفوا لازم، انا الخناقات مش دي؟ فاهمه ليه الناس ما بتفكرش في الطرف الاهم اللي هو الولاد. يعني الولاد دول الطرف الاهم، مش مهم بقى الدعايه، ومش مهم الانتقام، ومش مهم الفلوس، ومش مهم اي حاجه. ما فيش حاجه تساوي ان نفسيه الولاد دي تتحطم.